انطلقت في الإسكندرية مبادرة لمواجهة الغلاء وتحسين جودة المنتجات المعروضة والتخفيف عن كاهل المواطنين. وتنتشر المبادرة والتي تأتي تحت عنوان الإسكندرية تستاهل في 40 فرعا تابعا للمجمعات الاستهلاكية. نزلنا بالأسعار، في فرق سعر ما بين السعر الخارجي ما بين 20-30% مع مراعاة جودة المنتج، يعني جودة المعروض تضاهي أعلى درجات الجودة بالنسبة للسوق الخارجي. السعر ما بين 20-30% فرق سعر. المعروضات زي ما انتم شايفين كده نظيفة مغلفة، لاقت قبول. امبارح مرينا على بعض المجمعات لقينا في قبول جدا من المواطنين عليها، في ارتياح من المواطن، حسينا ان احنا عملنا حاجة فعلا. ان شاء الله المبادرة دي مستمرة، ملهاش توقيت، دي مستمرة لغاية لما السوق الخارجي يتواكب معانا في نفس الأسعار أو قريب منها، علشان نعمل حاجة للمواطن إن شاء الله.